مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. اشترطت المؤثرة ياسمين عماري شراء نجمة لها من خطيبها، وهذا بعد أن أقدم عريس بشراء نجمة حقيقية في السماء بمبلغ 70 مليون سنتيم جزائري لزوجته في حفل زفافهما. ما تقولوا ليش ما سمعتوش بهذاك يشرها نجمة في السماء يا اختي ناغرت؟ عيط له المولها غبين، قلت له كيفاه البنات عم يشولهم في نجوم في السماء وانت شبعتني خضرة؟ قال لي لا عمري ما تخميش، غدوة ان شاء الله نجيب لك زوج نجمات. قلت له بصح النجوم تاع المرا فين؟ وحنا رانا غير زباولة وانت قيس في قيس روحك. قال لي لا عمري، النجمة راهي دير غير 900,000، خليني نسلع برك وعليا نجوم. قلت له قول والله، والقمر كيفاه وقتاش تشريهولي؟ قال لي السمانة الجاية نجيب لك القمر. يا داك الزين، البارح ماما تلاقات مع واحد عنده غبن وكان تعرفوا واش قالها لبنتها؟ واش قال لك ماما؟ قولي لهم خليهم يسمعوا، قولي لهم. قالي بنتك هادي ما شاء الله هايله، قالي نحبوها بزاف ايه خاطر تحب الزواوله. يا عمري نموت على الغبن، نموت على الزواوله. يا درا الناس كاع حابه تفهم علاش نحب الغبن، قول لهم ماما. عرض إعلاناتكم على باخة باستارز. تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الإنستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، إنستغرام.